La commissione الإجابة والقبول من المولى بواسطة الرسول دعا داعي للعناية فاستجبتم وبادرتم إلى الفجر الجزيل وصلتم فاجتمعتم واتصلتم وكان الوصل بعيدة الوصول أحييكم بتحية إسلامية تحية مباركة تحية أهل الجنان وتحية فيها السلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام حمدا لرب حصانا محمد وأنقذنا من الظلمات الجهل والتيسير الحمد لله الذي هدانا بعز محترما دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا صلى عليك الله بارك الذي بك يمشف حصانا وحبنا مع عليك الأظهر مع دين الشريك الأسمى فأوصفنا النجاة همانا وعلى صحابتك الكرام هما تبتلك وأسبوا لي وعلى عين الأنوان والتبعين لهم بسلكين ما هذا هابل مودة حيج الأسجان والله ما ذكر الحبيب لدى المحيط إلا وأدهى والها النسجان أهوت منكم بذكر مدير المعهد الهداية الأستاذ هداية هو NHS SPDI مدان الله بتالحياة مدان الله بتالحمد مدان الله ببركتي وكذلك إلى رئيس الجلسة الذي قد أعطاني فرشة ولية ألقي الكلمتين يتعلق أن أهداف الإسلام إن الإسلام دين سليم من الانحرافات يدعو أمته على بناء المجتمع سليم من كل الأفات أساس الترابط وتعاون وعماده القوة وكذلك أليس كذا يمكن هذا فقط مني بالله التوفيق والهداية والرضا والعناية ثم السلام والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته